السلام عليكم، نتمنى تكون بألف خير. بالنسبة للنظافة ديال المسائل الشخصية ديالنا، تقريبا كلنا كل حد كنغسلوهم من الشوائب من البكتيريا باش يتنظفوا، نبداو السيمانة الجديدة بالنظافة، وتبقى يبقى لنا الشعر لامع صحي والبشرة حتى هي تبقى لامعة وصحية. نبداو بهاد المشاطي هادو، كنجيبو المشاطي ديال الدار كاملين للأطفال وكلشي ديالنا، كلشي كنجيبو هنايا واحد الباسينة خاصة بالمشاطي، كنعمروها بماء طايب ماء سخون طايب مزيان، ونديرو واحد معلقة الخل ونخليهم يرقدو واحد ربع ساعة، نخليهم مزيان يرقدو، ومن دوز ربع ساعة نغسلو بهاد الشتا بحال هكدا، ولا شتا ديال الزرابي ولا اللي عجبكم شتا، المهم تكون مزيانة، ونغسلو وحدة بوحدة، نغسلو حاجة بحاجة، نغسلو كامل المشاطي ونشلو داك الماء، نعمرو ماء بارد، نعمرو هادي كامل بماء بارد، ونديرو نصف كاس ديال شامبوان الأطفال ولا داك السائل ديال الصابون ديال الصابون داك الناتوريل، داك السائل راه دابا كيتباع في هكا في القارورات، نديرو هذاك السائل ولا شامبوان الأطفال، ونغسلوهم مزيان هادو، عاوتاني نغسلو وحدة بوحدة، نبداو نظفو مزيان مزيان مزيان، ومن بعد نديرو فواحد الشبكة ونديروهم في الشمس، تكسبوزا في الشمس، إلا ما كانت الشمس جيبو سشوار ونشفوه مزيان بسشوار حتى كيسخنو، ألوغ كتموت لي باكتيري كيموتو، كيموتو الميكروبات، كيموتو إلا كان السموم، لأن الشعر ضروري خاص هادشي تنظف باش ما يبقاش يطيح لنا، باش يولي لامع وصحي. بالنسبه للنظافه ديال الثانيه، كنجيبو هذاك الشيء ديال المكياج اللي كنديرو المكياج، كنديرو نجيبو اللي بغيتي، اللي عندك هاد البونج ديال الفون دو تان، كنجيبو هاد لي بانسو هادو حتى هما كنجيبوهم، كنجيبو هادو ديال العينين، المهم كتجيبي كاع داك الشيء ديال المكياج ديالك، لي بانسو داك لي بونج كلشي، كنديرو الماء طايب عاوتاني الماء سخون، ونديرو الشامبوان ديال الاطفال، ونخليهم حتى هما ربع ساعه يترقدوا، ومن بعد نشلو وحده بوحده، نشلوهم مزيان، نشلو نفركو ما كبيدينا نشلوهم، ونبدلو داك الماء تندولو الماء نقي، عاوتاني نوليو نشلوهم مزيان شي ثلاثه د المرات، ونديروهم في شي شبيكه ونخليوهم في الشمس حتى هما يتاكسبوزو في الشمس، كيتحيد داك الميكروبات، تحيد داك البكتيريا، تحيد داك السموم. ايضا كاين داك الفوطات ديال الوجه، هادو خاصهم يتبدلو جوج مرات في السيمانه، كنعرفو ان افراد الاسره كل واحد خاصو يكون عنده فوطه، يعني نورمالمون كل فرد خاصو يكون عنده فوطه، واخا غير هاد الصغيورين معليش، واخا هاد الصغار ما غاليينش، كيتباعو في الاسواق الكبرى ولا في لي مارشي داكشي، في قصاريات، واخا تكون عندك مثلا اطفال هذا كل واحد خاصو يكون عنده فوطه ديالو من الاحسن، وهادو خصهم يتبدلو حتى لتلاتة د المرات في السيمانة، جوج حتى تلاتة د المرات في السيمانة، لأنهم كيجمعو بزاف الميكروبات البكتيريا، ألو حتى هما كنصبنهم بلطف، كنصبنهم بالشامبوان الأطفال، صبنهم شي تخوا فوا هكداك، كنصبنهم مزيان نشلوهم، ونديروهم في الشمس يتشمشو مزيان، ولا نحدوهم بالحدادة بلو فيغيغو باسي بلانشا، نحدوهم مزيان أو نديروهم في الشمس يتشمشو، تموت ديك البكتيريا لي ميكروبات، يتبدل النسيج ديالهم. وهاد الفوطه السيداتي خص كل 6 شهور يتلاحو يجيبو حتين اخرين، لان الفوطات ملي كيقدامو كيسكن فيهم داك الميكروب، واخا تصبنو واخا تعقمي واخا كيسكن فيهم الميكروبات، دونك ملي كيقدامو لنا هادو ما تلحوهمش، ديرهم الغبره مثلا، ديرهم هكدا شي حاجه تنطفي بها مثلا سال دو بان داك لابابو اللي يشرب الماء، غير بحال ديرو ريسيكلاج، ديرهم لاشياء اخرى، ديرهم مثلا في الطوموبيل تمسحي بهم الكوسان ولا الزاج ولا هذا. كاين واحد لاستيوس اخرى مادام تفكرت الطوموبيل، ما فيها بس انسان يدير مع واحد جوج فتات صغيورين هكا، جوج فتات صغيورين في لافاتور شي تروس صغيره ولا حتى تحتاجيهم الاطفال، مثلا تكونوا في شي ريستورون تبغيوهم في الطريق تحتاجي، مزيانه كيكون ديك الفتات صغيره في الساك ديالك ولا في لافاتور في الطوموبيل ديالك. كاين واحد النظافه اخرى اللي خصنا نطفوها دائما، وهي هاد لاتيت على المخايد، هاد لاتيت هما حتى هما عاوتاني خاص ضروري نطفوهم، كيجمع حتى هما الشوائب ميكروبات، كيجمع الزيوت حتى هما جوج مرات حتى ثلاثه د المرات في السيمانه، لانهم حتى هما كان الميك اثناء النوم الانسان كينعس كي هذا الزيوت الاشياء اخرى،
من الاحسن نطفوهم باش تكون عندنا صحه جيده، لانه حتى هما كيسكنوا فيهم لي باكتيري، وخص ضروري نطفوهم، لان الا غسلتي مثلا تحممتي وخليتيها شعرك بحال ما غسلتيش، هذاك الشيء كامل اللي في المخده كيطلع للشعر. دونك خصنا نطفوهم حتى لجوج حتى لثلاثه المرات في السيمانه، وحتى هما خص ضروري كل فرد الاسره خص تكون عنده دي خاصه به، ما خصناش نخلطو. كاين مثلا حنا شخصيا في العائله ديالنا كنديروا لنا الحروف، كل واحد الحرف ديالو، مثلا ا ولا بي ولا سي، بهكا بالفتح نديروا كل واحد الحرف ديالو باش يبقى معلمه هذاك التي غير ديال داك الشخص، ما تخلطوهمش وبدلوهم، كل واحد يكون عنده مسائل الشخصيه ديالو. ونتمنى هذه الحلقه تكون فاتكم وتعجبكم، والى اللقاء بحول الله، وصحه جيده للجميع.